الجمعية هذه الآن يهودية، وهي نعطيك مقرها في جربة، فهمتني؟ مقرها في جربة، وحابين الندوة هذه عملها في جربة تشريك خلية من اليهود. مجموعة دول من بينهم تونس هددوا بعدم مشاركة كأس العالم في تونس، مشارك فيه دولة الإسرائيلية. أون جابر كذلك في بالك بقى في كرة تونس اللي شاركت فيها لاعبات من إسرائيل ورفضت فيها أون جابر، مش هذه الأولى ولا الثانية، لأن غاية توا إسرائيل في الندوات تعذر فيها وهكذا. شنو الغاية نتاعها؟ هي توا احتلت المغرب سي، تحب على مفتاح ثاني اللي هي تكون أولى وأولى نتاعها هي تونس، لا لشيء الضغوطات والحصر على الدولة الجزائرية. من ثم أغلبية 40 و50 دولة عربية ما يحبوش استقلال للدولة الفلسطينية، لأنهم مستغلين وضخ اقتصاديين وماليين من إسرائيل، ما يحبوش هو نفسه خلية من الشعب الفلسطيني ما يحبش إسرائيل تخرج. دعت جمعية يهود تونس إلى ندوة دولية، وذلك بالتعاون مع منظمة إسرائيلية وبحضور عدد من الجامعيين التونسيين والإسرائيليين. كيفاش ترى معناها تنظيم الندوة هذه في تونس؟ هل هو مسموح بها في تونس؟ غير مسموح بها في تونس، وتعرف هذا قرار رئاسي، والجمعية هذه الآن يهودية، وهي نعطيك مقرها في جربة، فهمتني؟ مقرها في جربة، وحابين الندوة هذه عملها في جربة تشريك خلية من اليهود اللي هم نفسهم يجوا هنا لتونس. في كل عيد نتاع عيد اليهود يجوا هنا لتونس. شكون الاسرائيليين اليهوديين يجوا كل مناسبة يجوا هنا؟ في عهد فتحي اللي كان وزير السياحة قبل فتحي طرابلسي ولا فتحي نعش طرابلسي، كانوا جاوا 4 5 بحمايته، يدخلوا باسبور اسرائيلي، يدخلوا باسبور اسرائيلي وحضروا غاديك، وصارت فيها مشاكل. وهذيك طرفت زادة اللي حزب الاخوان هو اللي قص فيها من احد قبل، والله يرحمه، وغصبا على البجي قائد السبسي وغصبا على رئيس الحكومه. اثنين نرجع لك، معناها غصبا على البجي قائد السبسي ورئيس الحكومه في الفتره هذيك، معناها وزير السياحه كان اقوى منهم في الفتره هذيك. وزير السياحه اقوى منها من طرف حزب نافذ في تونس، من طرف حركه النهضه، من طرف حركه النهضه. ونعطيك ما اكثر من هذا، احنا توا قاعدين في تونس بنسحبوا من الكأس العالمية بتاع الأوسط، في بالك بها ولا اللي بشارك؟ في بالي أندونيسيا رفضت أنه يكون فتح إسرائيلي حاضر، أما تونس مازالت ما خذتش موقف، هددت، ولكن مجموعة دول من بينهم تونس هددوا بعدم مشاركة كأس العالم في تونس، مشارك فيه دولة الإسرائيلية. أون جابر كذلك في بالك بها في كرة تونس اللي شاركت فيها لاعبات من إسرائيل ورفضت فيها أون جابر، مش هذه الأولى ولا الثانية. ونعطيك معلومة أكثر، صارت ندوة في قطر اللي حضر فيها وزراء من الجزائر الشقيقة، ومن بينهم رئيس الدولة الجزائري، وآخر شيء حلول اللي قالها مسؤول إسرائيلي، ثم اللي يقول لك رئيس الحكومة، ثم اللي قال وزير الخارجية الإسرائيلي، قال بالنسبة لتونس إذا كانت تحب قروض من صندوق النقد الدولي بقيمته كذا كذا، اللي سيد الرئيس اخر شيء طلب عليه 60 مليون يورو، هم اعطونا 40 ما حبش عليه سيد الرئيس، قال راهو تونس مستعدين نعطوها هيبه بقيمه القرض اللي مش تاخذه من صندوق النقد الدولي. ما قالش هيبه من اسرائيل، قال نعطوها هيبه، شكون هم مش عطوا اسرائيل، هو نعطيك في اسرائيل حضر كما في قطر، قال نعطوها هيبه بقيمه المبلغ اللي تاخذه على شرط التطبيع مع الدولة الإسرائيلية. يعني كونه هو مش إسرائيلي، يحكي بها كونه ناطق باسم إسرائيلي، هو نفسه وزير إسرائيل، قال التطبيع مع إسرائيل. وقت اللي خطب فيها قاية مشكور بودن قال لا دخل في الشؤون الجنسية بالنسبة لتونس، لأن غاية توا إسرائيل في الندوات تعذر فيها وهكذا. شنو الغاية نتاعها؟ هي توا احتلت المغرب سي، تحب على مفتاح ثاني اللي هي تكون أولى وأولى نتاعها هي تونس، لا لشيء الضغوطات والحصر على الدولة الجزائرية. هذه غاية إسرائيل باش تعمل أزمة اقتصادية وأزمة عالمية للجزائر من ضراء الضغوطات، كيف ما خذيت المغرب تحب تاخذ تونس، وهذه كل معمول بها. ونعطيك المعلومة، الندوة هذه ما يمشي يصير. إذا تم وصارت الندوة، هل تفتح باب التطبيع تحت غطاء أكاديمي؟
احنا عندنا ثقه في الرئيس، والرئيس ما ينجمش يلبي الطلب هذا، راهو القمه هذه مرفوضه، وانا اللي سمعت بها من ناطقين وناس سياسيين محاكين قال لك هذوما هم يجسوا في النبض نتاع الشارع التونسي. معناتها اما هذين اكد من من من, من اكدت الى رئيس الدوله ما ممنوع باش عمله هذه وماهوش باش تصير القمه هذه، لان رئيس الدوله ديما الوحيد اللي هما ذات صارت اخر ذات رئيس الدوله ضغوطاته لما فتح سفاره سوريا، جاته ضغوطات من امريكا وجاته ضغوطات من اسرائيل لا لشيء، لانه هو حب يرجع العلاقه مع سوريا، ونتصور هم حبوا يجسوا النبض الشارع الشعب التونسي. هل مش عم يعملوا الشعب التونسي شنو موقفه؟ يرفض الشعب التونسي، اللهم اللي عنده ميوله لاسرائيل كما حزب النهضه كما الاطلاف الكرامه كما حزب الحر، هذوك بخاطر ما عادش عندهم الروح الاسلاميه والروح الوطنيه. انا نتصور كذا سؤال، هل يعملوا فيه تو النهضه ضخت اموالها وحزب الاتلاف الكرامه واللي قلت بها الارواح، وثم دول ما نذكرهاش لو كانوا مشوا في حبوا يعملوا حاجه مخرجها اسرائيل، اللي الفلوس اللي اعطاها الهبات كما السعودي اللي اعطاها اول ما جاء ترامب رئيس دوله فتح الخزينه تاع السعودي وهز فلوس قال اخذت مال الخنازير كي هكا في ندوه عملها ترامب رئيس امريكا، لو كان عملها الكل والضخ الميناء الفلوس اللي جابتها كريستيانو رونالدو القطر مليارات وكان اعطاها اعانه للشعب الفلسطيني، راهو اسرائيل خارجت راهي مشات على الروح، هم لا يعني لا لشيء ان نعطيك حاجه. ما ثم اغلبيه 40 و50 دوله عربيه ما يحبوش الاستقلال للدوله الفلسطينيه لانهم مستغلين وضخ اقتصاديين وماليين من اسرائيل، ما يحبوش هو نفسه خليه من الشعب الفلسطيني ما يحبش اسرائيل تخرج، لانه مرزقهم الرزق نتاعهم وتجارتهم واقتصادهم منهم رئيس حكومه موجود في 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 فلسطين، موجود رئيس حكومه في فلسطين عنده معمل سيمان عامل اتفاقيه مع اسرائيل، سيمان يبيعه كل اسرائيل وقت يبنوا في حيط الزروة، قال لك اتفاقيه مع نتنياهو ما يبيعش حتى اشكال سيمان لاي مواطن او مؤسسه فلسطينيه يبيع فيها كل اسرائيل، فهمتي؟ ولذا ناكد لك من هذه الدعايه راهو جس نبض للشعب التونسي، عندهم حاجتين، اول حاجه يحبوا يعملوا شوشره للشعب التونسي باش الظاهر ضد بعض ومن موافق وشكون من المعارض باش تعمل كما حرب اهليه، واثنين يحبوا يشوفوا رد فعل قيس سعيد. اما هذه ندوه انا سمعت بها عندي متن هذه قبل ما تنزل راهي ماهيش باش تصير. تتوقع انه الحكومه التونسيه تاخذ موقف صارم خاصه وانه رئيس الجمهوريه اكد اكثر من مره انه ضد التطبيع؟ اكد رئيس الجمهوريه، واذا كان توصل نعطيك انا 1% كان توصل يعملوا الندوه هذه الشعب التونسي سوف ينزل الى الشارع ويغضب على رئيس الحكومه. ماذا احنا قلت لك احنا اول دوله اللي عارض في مشاكل العالم هي تونس، اللي بعد تونس قالت لا، قال لك لا سبيل ارز جابر المراه التونسيه، مراه تونسيه رفضت باش تجابها في التنس اللاعب الاسرائيلي، يا ما بالك باش يعملوا ندوه هنا. هذه قلت لك صارت فتره في عهد في 2018 2019 وقت الجوع عملوا العيد الوطني نتاعهم العيد في جربه وحبوا يجسوا النبض، ولذلك هذا مرفوض لانه الشعب التونسي ما يرفضهاش رفضا قطعيا، واذا كان توصل حتى ما توصلش رئيس الدوله والحكومه تلبي، لكن رئيس الدوله زاد رافض التربيع مع اسرائيل.